حقيقة كان آباءنا وأمهاتنا الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنة إذا كانوا ينهنا ويؤدبنا وينصحنا ويتكلمون علينا دائم. يا ابني ترى خلك رجال، يا ابني لا تتنسوى، يا ابني لا تروح نسوى، ترى لا ترى خل كلامك كلام رجال، ترى لا تنسوى لا تنسوى، يعني إن إحنا لا نقلد النساء. وهو كما جاء يعني مساكن هذه علمهم، لكن يعني هذا منطوق الحديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الآن موجود عندنا بكثرة والحمد لله. نحمد الله ونشكره ونشكر آباءنا اللي فضلهم بعد الله سبحانه وتعالى علينا، اللي احنا تجاوزنا هذه المرحلة اللي اليوم واقعين فيها الشباب. فالحقيقة الله يرحم آباءنا وآباءكم وآباء المسلمين وكل الموتى المسلمين. كان لآبائنا الأوائل وأمهاتنا القدامى وعجائزنا دور مهم وفعال في تربيتنا، وكان يعني لا يفهمون الحديث ولا يعرفون الحديث ولا يغيبون الحديث ولا شيء. احنا الآن مغيبين الأحاديث ودراسة في المدارس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد لسانه يصل حتى إذنه يلط إذنه يقوله، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، واحنا عايشين في المعمعة. وهذا لك بحاجة بسيطة يقولونها لنا، كلمة عامية، يمك ها لا تنسوا، ترى خلك هم وقضم شنفه، واللي هي قضم شنفها، واللي قال والله قال لما دعستوك لو ترجع مرة ثانية في بطني، لا ترجع مرة ثانية، لا غلطنا وهربنا ولا شيء، والله لا تدعس فيا في بطني مرة ثانية ترجع إلا ما دعستك. وإن والله، وأقولها والله يعني دائم، يحلفون عليها صدقة، ما أي كلام، إلا حلفوا وخرجونا بفضل الله وتوفيقه وربونا تربية صحيح. والله تقول، وإلا قالهم أم شيب الله يرحمهم، قال والله لما دعستك ونكعت نون عينك كذا، انت غديلي تتنسوا لي مثل محارم هذا لو مثل يا رجل، أم رجل رجل لو حطيته في أي محل تحطه في أي محل، أما تبلي يعني كلام محارم ولا تتسهددني ولا تتشبه بهن ولا يعني مسكين. لكن احنا الان متعلمين قراءة الاحاديث، والحقيقة مصائب في المجتمع الان، عندما تدخل سوق او تروح اي محل تجد كلام الرسول، وكلام الرسول لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: فتن اخر الزمان ومن علامات الساعة، ومن علامات الساعة ترى نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت. اليوم نساء ورجال كاسيات عارية، تم رجال عارين ومنساء عارين، مشايخ مسطرة لكنها تلقطها اللي على طول على منبل الدنيا خلها لل ورجع، وهذيك معاها حيبرة ولبسها فخين، لبسها فنان عجوز، معاها حيبرة وهو لبسه مسكين بسيط على قدها لكنها محتشمة بفضل الله وتوفيقه، وراسها يعني مفتل فتل، ومقايل أبوه والأفاع على راسها، وفي اللي مسرة وضمنه له ما شاء الله، وحرمة حية لابو ما هو تبيع حط لابو ذبحنه. فيا جماعة الفرق واضح، لا أحد يقول كلام إنه في غلط، لا والله العظيم إن هذا الكلام لي ولجميع المسلمين السامعين ولكل من يتابعون ويستمعون. والله كان يعني يحذرنا تحذير ويعلمون علينا تعليمته بسيطة، لكنها على قد علمهم، كأنه يعني يسمعون الحديث اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. واليوم عين الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمن، فرق لا فرق كبير واضح جدا. اليوم تدخل اي محل ولا مهرجان ولا ملعب ولا سوق ولا اي محل تيجي، اخي معهم تعين لو ولد اللي هو بجنب بنت متشبه تشبه احسن من الحرمه. الان يمكن محارم عادون اقل الان، وبعض الحريم تسمعون يقول انت الى الضايق وفي مسوق ولا حاجه، قالوا ما عاد بقيت الا هكذا، تقول له عاد ما بقيت الا بحريم، ام رسمه مواش وام عيون عدسات وام كحله وام مصلح من هذه البهارات مدري ما هو اللي يقولون حتى ما نعرف مساحيق مدري ما هو اليوم، وام عطره يخضعبك وراسهم دعشش كذا تقول كانه قادمه حقهم، واشكال والوان روس. والله لو انه بس يعني ما نبغى يعني اللي هي موجوده الان، موجوده التسريحات كثيره، لكن ما نبغى نصور حاجه يعني الا لانه احنا نقولها كذا، والشيء قدامك على الطبيعه احسن من الصوره ترى.
قدامك شيء على أشكال وألوان. فهذا هو اللي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من علامات الساعة نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسمات البخت. الآن أم رجال ينافسون حرب، الآن ما تعرف فرق بينهم حرمة منهم رجل، كاس عار أم رجال عار، ملبس قصير وشعرانهم بلوة وحالة أشكال والوان، وإذا ويرقص رقصهم حرمة وحال المهمة. والله العظيم حتى في رقصهم يعني الواحد احنا يستحي حياة، عيب نراها فشلة انك انت تشل حاجة حق حرمة ولا تتشبه بحرمة ولا، وكان يعني وهم معلمنا بس تعليمتها لا تنسوا، بس بهذه الكلمة لا تنسوا. وفعلا ولله الحمد ما تنسوينا بفضل الله وتوفيقه، ولا حلقنا شعراننا، حتى ولو كان واحد يقول لي زمان ما عندكم حلاقين، حتى ولو كان حلاقين موجودين ولحقونا ودرسنا في المتوسطة والثانويات ودرسنا في كل محل، والحمد لله إلا أننا الكلمة هذه تطنطن في أذاننا من أبوتنا لا نتنسوها وما تنسوينا ولله الحمد، ولا نقد إحنا شوبة. وأسأل الله أن يحسن ختامنا، أسأل الله أن يحسن ختامنا وما توفيقنا إلا بالله، وأسأل الله أن يصلح شبابنا وشباب المسلمين وأبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا ونساءنا، أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحمال المسلمين، وأن نسير على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتشبه بالنساء ولا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء يتشبهون بالرجال، ومع ذلك قبول.